تقضى إمتى؟ بالليل ولا بالنهار؟ وقت ما تتذكرها. يعني إذا فاتك صلاة العشاء وتذكرتها الصبح صليها الصبح. إذا فاتك صلاة الصبح الفجر وتذكرتها العصر صليها العصر. يعني فوائت الليل تقضى بالليل وبالنهار، وفوائت النهار تقضى بالليل وبالنهار. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو سهى عنها فليصليها حين يذكرها. وأنا أنصح تارك الصلاة أن يحافظ عليها، لأن الله أوعد وهدد وأبطل سعي من يترك الصلاة: رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. يعني فويل للمصلين الذين يصلون ويتركون، يصلون ويتركون، أو فويل للمصلين الذين لا يعبؤون بصلاتهم، يعني على الفضاوة بيصلي، وإذا مش فضى بيصليش. هؤلاء ويل لهم، وهذا تهديد، أو ويل وادي في جهنم، على المعنيين. لكن إهمال الصلاة دليل على يعني شح التقوى في القلوب وضعف الإيمان. اللي بيترك الصلاة بيعاني ترك الصلاة، دليل على أنه يعاني ضعفا عاما في الإيمان. والصلاة آخر ما يخرج من الدين. يعني إيه؟ يعني إذا تركنا شيء في الدين في أمل، لسه احنا متدينين لسه مسلمين، لكن نيجي عند الصلاة نتركها، اعرف أنه ليس بعد ترك الصلاة أمل في قبول عمل. اعلم هذا، لأن معنى آخر ما يترك من الدين أو في الدين الصلاة، يعني تركها يوقع الإنسان في الكفر، كما ثبت في الأدلة الصحيحة: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، الصلاة عماد الدين، فمن تركها فقد كفر. فإياكم التهاون في الصلاة، إياكم مهما كانت الظروف، ظروف غنى، ظروف فقر، مرض، صحة، اوعى تترك الصلاة مهما كانت الظروف. إن شاء الله في قتال وقد شرعت صلاة الخوف في أثناء التحام الجيوش، إذا الصلاة أمرها خطير، فلا عذر لتاركها أبدا. ثم أن الله يسر أمرها، فإن كنت قادرا صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع على جنب فبالإماء، بالعين، بالإماء، بالقلب. إذا العين واقفة يبقى بالقلب، يعني بتصور الركوع وتصور السجود وتصور القيام وتصور، يعني قل لي عمل كهذا لم يترك للعبد فيه عذر مهما كان إلا هو عذر واحد، وهو غياب العقل. يعني فوات مناط التكليف. يعني مناط التكليف يعني رباط التكليف. العقل هو الذي يكلف، فإذا ضاع مناط التكليف إذن لا شيء عليه. أما الملحد، سؤال تاني خاص بالملحدين، إحنا النهاردة كلمنا على أفلا ينظرون إلى الإبل. أرجو أن يكون حد من الملحدين اللي بيتبنوا فكر الإلحاد أن يتأمل هذه المناظر الأربعة. علاج الإلحاد يكون بتحويل نظر الملحد إلى الكون وإلى عظمة الكون. يقول لك لا، ما الكون هو اللي خلق نفسه. قل له ما الدليل؟ يقول لك لا، ما هي عوامل طبيعية هي يعني أفرزت هذه الصورة من الكون. قل له ما الدليل؟ عايزين نتكلم كلام علمي. يعني ما دليلك من نص مثلا، أو عملية، تجربة معملية مثلا أثبتت أن الأشياء تخلق نفسها. فكل ما يتحجج به الملحدون كلام لا يستند إلى علم أبدا. طمن أبدا. إحنا بقى عندنا الأدلة، عندنا أدلة لفظية نصية، وعندنا أدلة عملية، وعندنا أدلة عقلية.
الأدلة العلمية الجامعة لكل هذه الأدلة قانون السببية الذي يفهمه الكافر والمؤمن. وقانون السببية يقتضي ويفرض على العقل بديهية بتقول ليس هناك حركة بلا محرك. وإذا الملحد قال لك لا ممكن تتحرك من غير شيء، قل له طب أقول لك تعال في منطقة فرغ منها الهوى. يلا خلينا نتكلم كلام علمي بقى، لو إن لو قلت لك قال الله هتقول مش مؤمن بالله، إذا قلت لك القرآن قال هتقول مش مؤمن بالقرآن، إذا قلت لك النبي يقول لك لا النبي هذا ما هو نبي، هذا عبقري وراجل كان يعني بيفكر صح وكلمك كلام كده يعني لا يقبله عقل يعني طفل صغير. إذا بتقول إنه لا حركة قد تحصل بلا محرك، أو صنعة قد تكون بلا صانع، أو مسبب يحصل بدون سبب، يلا بنا نفرغ منطقة من الهوى وحط فيها جسم. أي منطقة فرغ منها الهواء وادخلت فيها جسما علق وسكن وما تحرك أبدا. يقول لك طيب ما هو في الهواء، ولا بلاش تفريغ الهواء، يهرب بقى يهرب هو من الله. يقول لك طب ما هو هواء الورقة هي بتطير لوحدها، لا ما بتطيرش لوحدها الهواء، ولا الشجرة تمايلت لوحدها، ولا الورق الشجر سقط وحده، ولكن هناك محرك في الفضاء. ايه هو المحرك؟ الهواء. يعني في نظرية بتقول لا فراغ، لا فراغ في الوجود. الفراغ الفضاء اللي انت متخيله فضاء هذا مش فضاء، هذا فيه هواء، والهواء متحرك بصفة دائمة. فإن رأيت ورقة طارت من مكان إلى مكان وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فاعلم أن الله جعل لها محركا تحركت به. تحركت بماذا؟ بهذا الهواء. إذا فرغنا مكان من الهواء، أتحدى ملحد أن يحرك جسما في مكان فرغ من الهواء. نقنع الملحد برؤيته للكون ولظواهر الكون. نقنع الملحد بالبديهيات ومنها قانون السببية. هذا نقنع الملحد بأن نسمعه في سائر، قل له أنا بدي تسمع في لحظة صفاء، واحد اثنين، في لحظة حيادية، في لحظة حيادية أنا عايزك تفكر حياديا. يا سيدي هنعتبر أنه فيش لا دين ولا شيء، لكن خليك حيادي هكذا وفكر في اللي أنا بقول لك عليه واقرأ القرآن. آية التطور الجنيني، خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة وإلى آخر الآيات، والآيات التي تتكلم في علم الأجنة النبي أخبرنا بها عن طريق الوحي في آيات مقروءة ونقرأها حتى الآن. والنبي نشأ في بيئة عربية بدوية وبعيدة عن حتى أهل الكتاب الذين كان يعني الذين كانوا يعني يحملون كتبا من القدماء ما قرأها أبدا. على كل حال أشوف هذا السؤال، هذا الاتصال. حازم السلام عليكم. يما عليكم السلام. أم حازم السلام عليكم، كيفك يا بشير؟ الحمد لله. أم حازم؟ نعم تفضل يا أم حازم. والله يا شيخ ودي أشكي لك من جوزي يا شيخ، صار لي 31 سنة معاه ما يصرف علي ويعذبني ويصلي ويعني مشيبني يا أقول إذا حبيته إيش يسب الرب بيصلي؟ وطول نهار على الكمبيوتر ولا يدري عنا. بيصلي. سنه كم سنة؟ بيصلي. سنه كم سنة؟ 50 ومن أول ما خف يا شيخ، من واحد صار له 30 سنة معاه. وأنت عندك كم سنة؟ أنا أصغر منه بحوالي 5 سنوات. أنت أكبر منه؟ أصغر. أصغر منه 5 سنوات.
أصغر. يعني إيه مشاكله بالضبط؟ والله ما بعرف شو مالي، والله زي ما حكيت له. بيصرف عليكي؟ لا لا علي أنا ولا قرش يعطيني من لا ما بيصرف عليكي؟ أنت موظفة؟ لا لا نهائيا. أنت موظفة؟ لا والله ما أنا موظفة. طب امال كيف عايشة يعني لما بيصرفش عليكي؟ كنت بأربي زمان دجاج معز من العيديات، وهسه المخبز شغلات زي هيك، متكل على الله. طيب حكيتي معه يعني ناقشتيه قعدتي معه عشان تسمعي ايه اللي مضايقه؟ حكوا اولادي حكوا اولادي حكوا معه واخوان وكل الناس، يقول لك لا كان ايه رده؟ ما يعرف الله يا ابو، ما يعرف الله. مش انت بتقولي بيصلي؟ لو بيصلي ما ظالم ظالم، لو يصلي ظالم. انت مزعله بشيء يا لا 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 والله ما انا مزعله. يمكن انت يمكن انت اسلوبك قاسي عليه مثلا. ولا ابلش بحدا، واحب كل الناس واحب الخير لكل الناس ودائما ادعي للمسلمين. طب متجوز واحده ثانيه؟ لا. طيب هو بيسمعنا الان؟ لا والله يا ريت انه متجوز، يا ريت يا شيخ. انت حابه انه يتجوز يعني واحده ثانيه؟ يتجوز يروح عني يعني، يعذبني وهو ما يصرف علي. طيب بيضربك؟ بيضربك؟ بيضربني ويسب علي وابوي يسب الرب. طيب كويس، ليه ليش بيضربك؟ من غير ولا شيء؟ ما بعرف، مع كل الناس محلاه من غير ولا شيء، بس انا واولادي. طيب خليه يشوف الحلقه هاي اللي احنا الان فيها. احكي لك شغله يا احكي لك شغله يا شيخ. تفضلي. ولا يرد احد ولا على الشيوخ ولا ايش؟ ولا يرد احد ولا على الشيوخ ولا ايش؟ ما يردش احد، ما يردش احد لا على الشيوخ ولا على غيره. طب خلي اولاده. طيب طيب خلي اولاده يقولوا يحكوا له انه ولا اولاده خليكي معي خليكي معي. طيب معلش خليكي معي خليكي معي. خلي حدا من اولاده يقول له شوف الحلقه بتاعت التلفزيون بتاعت نورمينا بكره قبل صلاه الجمعه الساعه 11 صباحا. خليه يشوف الاعاده، لان انا الان بدي اتكلم معه كلمتين نفسي. طيب خليه يشوف. انا هلا هبلغه رساله وهحكي معه الان علشان يسمع الرساله بكره ان شاء الله، ولعل الله يفتح قلبه لهذا الكلام. فاهمك يا شيخ، فاهمك فاهمك. عرفتي؟ وان شاء الله ما تعرفيش، القلوب ليها مفاتيح، لعل يكون مفتاح قلبه معانا ويسمع مننا ويتاثر ويعتدي. نعم فاهمه يا شيخ، انا فاهم فهمته ما يعرف الله، ما يعرف الله. لا ان شاء الله في امل، بس خليه يسمع الكلمتين اللي انا هقولهم دلوقتي بكره في حلقه الاعاده. ماشي؟ ودي منك تدعي لي ولاولادي والبنتي ان شاء الله. وادعي له هو كمان ولا بلاش؟ لو تدعي له الله ياخذه مش فارقه. لا حول ولا قوه بالله. طيب الله معك يا شيخ، شكرا لك. شكرا. العفو العفو. الله يوفقك ويوفق كل مشايخنا يا رب. امين يا رب، بارك الله فيك. شكرا يا ام حازم. طيب ايوه. طيب الواحد لما بيسمع مشكله من طرف واحد ما بيسمعش من الاخر بيبقى صعب الحكم، الحكم بيصعب. وذلك من العداله أن يجمع المصلح بين الطرفين، فإذا جمع بين الطرفين ظهر من الظالم. الأول بدي كلمة لأم حازم وللي مثل أم حازم. المرأة في غالب الأحيان بتكون مالكة لزمام الأمر ولزمام القلوب